كيف يتمثل المغاربة الاحتجاج وهل يتعلق الأمر بفكر وممارسة طارئة أو متجذرة؟ كيف يفسر تنامي الاحتجاجات في المغرب واتساع نطاقها في الشكل والمضمون ارتباطاً بالسياقين المحلي والإقليمي؟ ما هي الأساليب المتداولة للاحتجاج سلمية كانت أو عنيفة ضد الآخر وحتى ضد الذات التي يحرقها المحتج؟ ثم كيف السبيل لإرساء ثقافة احتجاج واعية يسمع بها المواطن صوتها حتى تتحقق مطالبه المشروعة؟ المغاربة والاحتجاج موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. بدون حرج يأتيكم يوم الاثنين عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.